إسرائيل ما عندها سقف للإجرام. كل مرة بنقول وصلنا للذروة بيطلع بعد في أفظع. كل مرة بتتفوق على نفسها بالفظاعة بإزدراء تام للقانون الدولي والقرارات الأممية وبغطاء كامل من أمريكا والغرب. طائرات الـ F-16 قصفت مخيم للنازحين في مواصي خان يونس بصواريخ ارتجاجية ثقيلة تستعمل لدك التحصينات والأبراج. عشرات الخيم انشقت الأرض وبلعتها، عائلات كاملة اختفت عن ظهر البسيطة، اندفنت هي ونايمة في رمال خان يونس مع أساس هيدي منطقة آمنة. جيش عاجز ومهزوم ما قادر غير يزداد وحشية مع المدنيين، والعالم الحر بعد ما اشتلق إنه اللي عم بيصير هو إبادة ما صار مثلها بالتاريخ المعاصر. لو حدا رفع صوته وقت مجزرة المعمدانة ومجازر مجمع الشفا وجباليا والمواصي الأولى والثانية والثالثة ونصيرات مستشفى ناصر والشجاعية وحي الزيتون والبريج والشيخ رضوان، ما كان صار هيك. هيدا الكيان اللي بده يعمل سلام مع العرب، كيف بعد في حاكم عربي واحد بيقبل يحط إيده بإيد هتلر الإسرائيلي من دون ما يكون هو نفسه شريك بالجريمة؟